بعد ما يعني ننتهي من المقدمة بتاعتنا النهاردة في موضوع رئيسي بتطرحه حلقة النهاردة من برنامج 90 دقيقة، هل أنت مع تقنين وضع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة الفيسبوك ولا مش مع هذا؟ وده طبعا بناء على اقتراح تقدم به أحد نواب البرلمان يعني تقنين استخدام الفيسبوك بدعوى أنه الهدف منه انه بيحمي يعني الامن القومي المصري. هيبقى عندنا ضيوفنا النائب رياض عبد الستار صاحب المقترح، وهيبقى عندنا ايضا لموازنه هذه الفكره الاستاذ خالد داوود رئيس حزب الدستور. طيب قبل ما نروح للفصل الاعلاني، الاسبوع اللي فات عرضنا ازمه عدد من العمال تم فصله من مصنع اسمه ايه؟ هاني ويل. يومها قالوا ان الفصل حدث لانهم رفضوا استخدام مواد وخامات رديئة. عندنا رد في هذا الموضوع من المستشار القانوني للشركة الاستاذ صبري زهران. اتفضل استاذ صبري، مساء الخير. اهلا مساء النور استاذ معتز، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، حضرتك على الهواء، اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا هتكلم في أربع نقاط. فضل. النقطة الأولى فيما يتعلق بما قيل عن أن المواد الخام والمنتجات بجميع أنواعها غير صالحة. أي. الحقيقة ده كلام يعني أقل ما يوصف به أنه كلام كذب صريح. وإيه الصدق؟ يا فندم؟ وإيه الكلام الصدق؟ الكلام الصدق هو ما ورد من معامل وزارة الصحة والتي أثبتت صلاحية المواد الخام والمنتجات بجميع أنواعها. طيب تمام، دي أول نقطة. النقطة الثانية، دي مستندات سعادة الباشا، يعني في مستندات مقدمة في هذا الموضوع في الثانية. معلش عشان وقت البرنامج أستاذ صبري، بعد إذنك عندك الفرصة أنك تقول كل حاجة. معلش قلت لي أربع نقاط، نمرة اتنين. أيوة، نمرة اتنين. نمرة اتنين، الادعاء بان الشركة فصلت عدد من العاملين اللي هم اصحاب الشكوى دي. اي. ده ادعاء غير حقيقي الحقيقة، لان الشركة لم تفصل ولا عامل واحد. تمام. في حاجة الى عمال، ده احنا عندنا برنامج خاص بتشغيل ما لا يقل عن 300 عامل. ومستحيل ان احنا هنفصل عمال لديهم خبره وندور على عمال علشان. اذا عمليه الفصل ما حصلتش، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، بس دي عقبه لها بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان لم يحدث فصل، ولكن العمال دول كانوا عاملين مشاكل فتم عرض امرهم على المحكمه العماليه. اي. والمحكمه العماليه ثبت لديها بالدليل القطعي انهم اضربوا اضرابا غير قانونيا، ومن ثم صدرت الاحكام بعد اربع اشهر من تداول الدعاوى، صدرت الاحكام بفصل هؤلاء العمال. اذا نحن امام حكم قضاء. تمام. النقطه الثالثه حضرتك. اي. بنتكلم على موضوع منتجات الشركه واثرها على الاقتصاد المحلي والاقتصاد حتى العالمي والخارجي. يعني احنا عندنا إعادة هيكلة وتوسيعة تستوعب عمالة 300 عامل على الأقل. عندنا مشروع اسمه مشروع أمل الشباب للتسويق على مستوى الجمهورية يستوعب 500 شاب. عندنا منتجات حديثة، عندنا ماكينات على أحدث صيحة. معلش وقت البرنامج مش هيسمح بكل الكلام ده. طيب. نختصر بعد اذنك سيادة المستشار. النقطة الرابعة. أي. ما يتعلق بالنقل لبعض العاملين الى فرع الشركة الكائن ب 6 اكتوبر. كويس. وما قيل بان هذا الفرع غير مؤهل لاستقبال العاملين وخلافه. هذا كلام غير حقيقي، والحقيقي ان هذا الفرع يعني فيه ماكينات وجاهز ومطلوب عاملين للشغل فيه، ويكفي ان احنا نقول ده مصنع ايكا. يعني طبعا ده ايكا ده معروف يعني.
اي وبالتالي النهارده مستحيل انا هاخد عمال علشان اشغلها ويجي يقول لا انا مش رايح. تمام. لا يجوز اطلاقا ان العامل يمتنع عن تنفيذ. الف الف شكر حضرتك، وضحت الاربع نقاط. ده كان الاستاذ صبري زهران المحامي والمستشار القانوني لشركة هاني ويل، اللي في حلقة سابقة من برنامج 90 دقيقة تم الحديث عن فصل عدد من العمال بهذه الشركة. الحقيقة الراجل وضح وجهة النظر الثانية عملا بمبدأ يعني ايه حق الرد. شكرا على هذه المداخلة، وبعد الفاصل هنتكلم على مسألة تقنين الفيسبوك. هنتظر مشاركتكم عبر الاتصالات الهاتفية وعبر المشاركة على صفحة البرنامج على الفيسبوك. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته.